انا المداخله ديالي غادي تكون مختصره، لان بحال اللي قال السيد خشيشن في الاخر نكون رحيمين لبعضنا. المداخله ديالي ما غتكون الا تتميما طبعا لما جاء على في السابق فيما يخص تاريخ ديال تقديم هذا التقرير اللي فصل فيه الاستاذ سحيمي، فيما يخص العنوان ديال هاد التقرير اللي هو دون مانيير او دون اوتر ايل تورونس، ثانيا المانيوال دي تكنيك دو ريبريسيون او ماروك، من البدايه الانطلاقه ديال هاد التقرير اللي هو كنعتبروه استفزازي وتعسفي، هو طبعا يعطي حكما مسبقا مبنيا على عده مغالطات ومعلومات خاطئه مع الاسف صادرة عن أشخاص منا وهي التي تشكل أقلية طبعا. بداية هذا التقرير هذا بداية كيف كتلاحظوا في الصفحة الأولى، الصفحات الأولى كتوجدوا على أن يتحدثون عن عمر الراضي لما التقوا به في مقهى بالرباط، هذه المنظمة الدولية هومان رايتس ووتش، ومن تاريخ 15 جويلية 2020، وهي متابعة الاستماع ديالو وكيعطيونا في الأخير الخلاصة ديالهم. من هنا تلاحظوا على أن التدخل ديال هاد المنظمة تيكون مبرمج، تيتم المنادات عليهم في أثناء الملفات لما كتكون عند الشرطة القضائية أو أثناء الاستماع في النيابة العامة، وبالتالي هنا فيه ضرب صارخ لسرية التحقيق. انا كنشوف على انه خلاصه، لان الاساتذه طرقوا لمجموعه ديال النقاط، انا عندي واحد ثلاثه ديال النقاط اللي قبل ما غنطرق لها. انا كنعتبر على ان هاد الناس هادو مازال كيعيشوا في واحد تيعيشوا بتفكير خاطئ، تيعيشوا بداك التفكير الاستعماري، واللي بغاو يعتبروا التدخلات ديالهم انا كنعتبرها استعمار من نوع اخر، كيبتدأ من المس، كيتمثل في المس باستقلاليه القضاء، كيتمثل في التدخل في عمل المؤسسات وبسياده الدوله. انا غادي نمشي معكم ثلاثه ديال الصفحات اللي هي الصفحه، طبعا كيف قالوا الاساتذه هذا التقرير دائما كيجي بنفس طريقة، يتحدثون عن نفس الاشخاص واللي هما نتوما عارفينهم وتسردت الاسماء ديالهم، ودائما تيتعتبروا على ان هاد الناس حكموا من اجل حريه الراي. وكيجي هنا في الصفحه 40 تيقول لك لونغ دو سيكس، تيعتمدوا دائما على ان هذيك، وكيامنوا على ان هذيك المحاكمات ديال هاد الاشخاص كلها صحفيين كانت الغلاف ديالها وهو المتابعات فيما يخص التجار بالبشر او لا هتك العرض او لا التحرش. صفحة 41 تيجي وتقول على ان هاد القضية هادي كتستعمل فيها الدولة جميع الوسائل ديالها المخزنية. كيف قالت الاستاذه عائشه، حنا عشنا هاد الملفات من البدايه، ملفات اللي هي كثيره، وكنامنوا على ان جميع هاد المحاكمات تمت بشكل عادل باعتراف المتهمين في حد ذاتهم، لان في المحاكمه ديال الريسوني اعترف بنفسه في المرحله الاستئنافيه بطريقته بحركاته، على انه لما تم وضع السؤال عليه على ان واش المحاكمه كانت عادله، اشار براسه على انه بالفعل كانت محاكمه عادله. اذا كيبقى اي كلام تيتقال من بعد هاد التصرف ديالو كيبقى كلام لاغي. هاد التقرير ضافوا ليه شخص اخر وضافوا ليه الصحافه، ضافوا ليه الاستاذ ملف الاستاذ زيان النقيب زيان، ولكن اللي كيقول لك هما انهم كيعتمدوا، لانهم طبعا كيعتمدوا من جهه واحده، وهاد الجهه اللي كتعطيهم دائما هاد المعلومات المغلوطه، حنا كنعرفوا كل واحد وشنو العلاقه ديالو بالملفات. انا غير واحد الملاحظه اللي في الصفحه 74 اللي كيجيو تيقولوا لنا على ان
سيد زيان محمد زيان 79 سنة، محامي، رجل سياسي ورجل أعمال. إذن هاد الناس إلا كانوا كيعتمدوا بحال اللي شكروا الأساتذة والمحامون واحد ثلاثة معينين وتيقول لك عطاهم معلومات، كيظهر لي هذا أكبر خلق اللي كيتعطاهم في المراكز القانونية. واش حنا يمنع قانونا على أن المحامي أن يمارس أي عمل كيفما كان؟ إذا كيف يعقل على أن نعطيه الصفة ديال رجل أعمال؟ هذا باش نبينو ونأكدو على إضافة لما ذكر أن دائما يبنى هذا التقرير على مغالطات. عدم المصداقية، أنا بحال اللي قال السي أستاذ كمال نائم، تفكر واحد الحديث ديال المرحوم الحسن الثاني. انا كنتذكر واحد الخطاب حضر للذهن ديالي، واحد الخطاب ديال الحسن الثاني الله يرحمه، واللي كان وقع له مع واحد صحفي فرنسي. هذا الصحفي الفرنسي اعتبر راسو انه ذكي وطرح عليه سؤال وقال له فيما كيوقع نزاع بين فرنسا والمغرب، شكون اللي خصو يدير يتقدم هو الاولاني ويبادر للصلح ويفهم الاخر؟ جابوا الحسن الثاني قال له الا غيكون بدون ما يفكر وبشكل بديهي، تيجاوبوا تيقول له انتما فرنسا اللي خصها تقدم وتقرب لنا وتفهمنا. علاش؟ لانه حنا قرينا في المدارس ديالكم وعرفنا اللغات ديالكم، جينا لبلادكم عرفنا التاريخ ديالكم، ولكن انتما كتعتبروا راسكم اذكياء وما عمركم هذاك الذكاء ما عمره ما تمثل في التصرفات اللي هي عمليه، بمعنى انه من المفروض عليكم انكم انتم اللي خصكم تدخلوا المغرب وانتم اللي خصكم تمدوا له اليد وتعرفوا الثقافه ديالو وتقراوا اللغه العربيه باش يمكن لكم تحكموا. هاد المنظمه هذه ما يمكن لهاش تكون عندها هاد الجرأة باش انها تلتجئ للاطراف الاخرين، لان هي كتعتبر على ان الدفاع ديالها ان هاد المتهمين هما الحلقه الضعيفه وبانها الضحايا هادو ما كانوا الا انهم مسخرين من طرف الدوله. وحنا كنا عرفنا الضحايا ديال بوعشرين وكان تاسفوا طبعا، لانه في شخصه انه استغل النفوذ ديالو، حنايا شفنا والعمل ديالو وشفنا وعشنا مع الضحايا شنو متحملين ليومنا هذا، انه ماشي على الجانب لا نفسيا ولا معنويا، والله اعلم كل وحده فيهم كيفاش كتعيش حاليا. هاد التقرير هذا لو انه كان بغى ياخذ واحد المصداقيه، ما عمرها ما غتكون مصداقيه طبعا، ما شاروش لهذا الملف الاخير ديال هاد جاك بوتي. علاش ما شاروش ليه؟ ماشي ما عندهم لا ربح لا مادي ولا سياسي، ولكن لان الجانب لهاد المتهم الرئيسي هو فرنسي. هنا كيبان على ان العقليه التمييزيه لو انه كان تيتعلق عاوتاني بشي مغربي اخر ولا صحفي اخر، لانهم عاوتاني تشاروا لهاد الملف واعتبروا بان وقع التعسف وقع اثناء التحقيق، وبان ما كاينش محاكمه عادله. ولكن مع الاسف ملفات اخرين اللي تهما ديال حقوقيين ما عمرهم دخلوا فيهم. دابا غنمشي غير الصفحه ديال لي غوميرسيمون. هاد الصفحه ديال لي غوميرسيمون الاولانيه كنشوفوا احمد بن شمسي. حنا كنا كنعرفوا المواقف ديال احمد بن شمسي تجاه الدوله، تجاه الحكم، تجاه المغرب بكل مؤسساته القضائيه، بكل ما كيتعلق بهذا. وكان جي احمد رضا بن شمسي. احمد باش متخلط باش ما خلصت صحيح، احمد رضا بن شمسي اللي كان كملاحظ. شكرا استاذه. كاين الشكر، كنشوف هنايا الشكر ديال يوسف الريسوني. انا ما بغيت ننطق بالاسم ديالو حتى تاكدت من الاستاذه، وكنلقى على انه هو الاخ ديال ابراهيم الريسوني، سليمان الريسوني اللي كان حتى هو متابع وحكم بقرار نهائي. الملف الان ديالو معروض امام محكمه النقد، وهذا يوسف الريسوني اللي كيتعتبر في لاين داش بانه سكرتير الكاتب العام ديال هاد، بمعنى ان انتم كتشوفوا التقارير كتبنا على مغالطات على معلومات من طرف معين. انا اللي وبالتالي انا كنقول على ان لا مصداقيه لهذا التقرير طبعا اللي كيتعتمد على هذا الشيء.
واللي اكثر وكان عاوتاني جديد في هاد فدوى هو المس بالصحافه، وما غنكونش انا اكثر من اللي هضر الاستاذ خشيشن فيما يخص الصحافه. ومحددين هاد لي ميديا اللي كيعتبروهم مخزنيين وكيقولوا على شوف التيفي برلمان و360، باقي لهم يدخلوا غير الجمعيات حتى هي يحددوا فيها شكون اللي حتى هي مخزنيه اولا، وباقي يدخلوا فينا غير حنا كاشخاص في حياتنا العاديه والعمليه شنو حنا كنشكلوا. انا اللي بغيت كيف قال الاستاذ خشيشن، فعلا كاين الفراغ وكاين الغياب ديالنا في تواجدنا في المنابر الدوليه. حنا مؤخرا حضرنا كجمعيه ديال ام دي في، حضرنا في جنيف لا سيسيون ديال شهر 6، وبالفعل لقينا على ان اللي هما متواجدين كلهم يحاربون ويعطونا تعليمات معلومات خاطئه. وحنا قمنا بمبادره منا بالاتصال بمسؤولين كبار في هيئه الامم وخاصه المسؤولات النساء، وناقشنا معاهم هاد الملفات كلهم اللي كيكونوا دائما محل ديال هاد التقرير ديال هاد المنظمات الدوليه. وبالفعل تفاجؤوا لما عرفوا الحقيقه ولما عرفوا الوضع ديال الضحايا ولما عطيناهم الادله ديال المحاضر، وبان هاد الصحفيين راه ما عمر ما تعرضوا لمحاكمه غير عادله، انهم تفاجؤوا ولاحظوا لنا هاد الملاحظه علاش حنا ما كنتواجدوا شيء في هيئه الامم المتحده ونعطيو الراي ونعطيو المعلومات الصحيحه. وحنا تشاورنا مع السيده الرئيسه والخدينا تواريخ اللي غادي نعلموا عليها وتعلم عليها السيده الرئيسه، على ان هادوك الناس هادوك المسؤولات اللي هما قياديات غيحضروا المغرب، وطبعا غادي يديروا واحد زياره ميدانيه وغيعرفوا المعلومات، والجمعيه ديال ام دي في غادي دير معاهم لقاء وغتحضر فيه الصحافه ان شاء الله. وشكرا لكم.